السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مصطفى من قناة مستر بونتيك. بمناسبة وصلنا ل 2000 مشترك، هنتكلم النهارده في حلقة تانية من حلقات دردشة. زي ما انتم عارفين ان انا فتحت سلسلة حلقات اسمها دردشة، هنتكلم فيها النهارده عن اليوتيوب. هنتكلم النهارده على الاستراتيجية، انا متأكد من صحتها بنسبة 70% تقريبا، ولا ان شاء الله يعني قريب اتأكد من الصحة دي 100% لما اسأل صحابي الاستراتيجية نفسهم عن الطريقة. تمام، انا الاستراتيجية دي ضرورية جدا في اليوتيوب ولازم انت تكون عارفها عشان تبدأ في الشغل على اليوتيوب. تمام، لو انت عايز تبدا شغل على اليوتيوب انا بقول لك ان اليوتيوب موضوع مربح جدا جدا جدا، تبدا فيه النهارده قبل بكره. تمام، اليوتيوب مربح جدا جدا جدا، دي انا بقولها لك مره تانية عشان الناس اللي فاكره اليوتيوب مش مربح او اليوتيوب ارباحه ضعيفه، والناس اللي فاكره ان لازم تجيب 1,000,000 مشاهدة عشان تجيب 100 دولار او لا تجيب 1,000,000 مشاهدة عشان تجيب 10 دولار ولا مش عارف ايه، الكلام ده كله في الفاضي. انا اعرف ناس بتجيب في ال1000 مشاهده 60 دولار. تمام، ايوه ناس بتجيب في ال1000 مشاهده 60 دولار. تمام، انا هقول لك على الاستراتيجيه وانت هتقول صح ولا غلط في الكومنتات، وانت برضو لو في اي حاجه غلط انا قلتها صححها لي، لان الاستراتيجيه دي انا مش متاكد منها زي ما قلت لك الا بنسبه 70% انها صحيحه، لان انا اعرف ناس من اصدقائي بيستخدموها وشغاله معاهم. تمام، حتى انا في فيديو معين استخدمت الاستراتيجيه دي واشتغلت معايا. تمام، فهنشوف كده ايه هي الاستراتيجيه دي في الفيديو ده، وخلينا على طول نبدا في الفيديو. الاستراتيجيه هي انك مثلا لما يكون عندك قناه يوتيوب فيها مثلا 2000 مشترك او فيها 10,000 مشترك، القناه دي فيها ناس بتحب تشوف فيديوهاتك، بتحبك انت عشان بتحب تشوف فيديوهاتك، بتستمتع بالفيديوهات بتاعتك لما تكون مثلا متضايقه او مخنوقه بتشوف فيديو ليك بتفك شويه. تمام، الناس دي انت ممكن تستغلهم في حاجه حلوه جدا. طبعا مش استغلال، يعني مش معنى الاستغلال اللي هو يعني، لا معنى استغلهم في الربح بطريقه ذكيه وطريقه حلوه. الناس دي بتحب تشوف فيديوهاتك، تمام، فانت ممكن تخليهم يشوف فيديو ليك باعلانات غاليه. الاعلانات دي انت بتقدر تحددها عن طريق الكيوردز. طبعا الناس دي كلنا عارفين الجملتين اللي قلتهم دول اللي هو الكيوردز اللي بتحدد الاعلانات. تمام، لكن في كيوردز لها علاقه بالمحتوى بتاعك، يعني مثلا بنشر فيديو عن الباي بال، الفيديو ده انا كتبت فيه كلمه باي بال بالعربي، ده في الكيوردز للمشاهدات عاليه جدا، اما في الارباح قليله جدا. كلمه باي بال بالعربي، باي بال بالانجليزي نفس الكلام برضو، عاليه في المشاهدات وقليله في الربح، دي مشكله كبيره جدا. يبقى انت ما تحاولش تستهدف الباي بال بشكل كامل، مثلا لو لقيت الباي بال عالي في المشاهدات وقليل في الربح ما تستهدفهوش، استهدف باي بال فيرفايد. لو انت بتتكلم مثلا عن تفعيل باي بال، باي بال فيرفاي، تمام، ده هيبقى افضل لك بشكل كبير جدا من انك تستهدف كلمه باي بال نفسها. حتى لو الموضوع كله بيتكلم عن الباي بال حاول تتكلم في حاجات جوه الباي بال بحيث انها تجيب لك ارباح. انت فاهمني؟ تمام. طيب هتقول لي طب ما كده يا معلم كده انت مش هيجي لي مشاهدات كتير، كده المشاهدات هتقل. هقول لك طيب ما تمام، ما في ناس بتحب تشوفك انت، ال 10,000 المشترك اللي عندك دول في منهم مثلا 1000 بيحبوا يشوفوك، ال 1000 دول هيشوفوا الفيديو، هيشوفوا الفيديو ده باعلانات غاليه. ده غير بقى انك لما بتكتب كيوردز بالانجليزي بتستهدف ناس من بره، ده غير بقى يبقى كده الفيديو هيشوفوا الناس من بره وهيشوفوا الناس من هنا، وفي كلا الحالتين الاعلانات اللي بيشوفوها اعلانات غاليه. هو ده السر في موضوع 60 دولار في 1000 مشاهده او ال 20 دولار و 30 دولار في كل 1000 مشاهده، هو ده السر والله العظيم، مفيش اي اثار ثانيه اعتقد، هو ده السر الوحيد في كده، انك بيكون عندك ناس بتحب تشوف فيديوهاتك 1000 او 2000 واحد، ال 1000 دول كل 1000 فيهم بيجيب لك 50 دولار او 40 دولار. تمام؟ في الفيديو الواحد. الموضوع كله بيتعلق بالاستهداف. انت بتستهدف كلمات ليها فلوس عاليه يبقى مش هيجي لك مشاهدات عاليه. تمام؟ بس انت لازم تضمن يكون في مشاهدات، المشاهدات دي هتجي لك ازاي؟ هتجي لك عن طريق الناس اللي بتحب تشوف فيديوهاتك. تمام؟ انا مثلا عندي ضامن، مثلا عندي 2000 مشترك، ضامن مثلا في 400 واحد بيحب يشوف فيديوهات بتاعي او 500 واحد. فانا لما انشر فيديو بكسب منه بشكل كويس. تمام، لكن طبعا زي ما اتكلمنا في شهر ابريل، اتكلمنا في فيديو قبل كده في شهر ابريل قلنا ان ابريل مفيش اعلانات، الناس كلها سحبت اعلاناتها، فمحدش اتكلم على الارباح. انا هوريك ارباحي في شهر ابريل يعني عشان تشوف بس الارباح. تمام، 3 دولار. تمام، يعني الارباح في شهر ابريل 3 دولار، زدت 1124 مشترك، ده كله طبعا بفضلكم، زدت 1124 مشترك في اخر 28 يوم اللي هو تقريبا في شهر ابريل، و45,000 مشاهده، 149,000 واتش تايم اللي هو الناس اللي شافتني كام دقيقه، وكسبت 3 دولار فقط. تمام، المشاهدات كانت كويسه جدا الشهر اللي فات. طبعا دي المشكله بتاعت شهر ابريل اللي الناس سحبت اعلاناتها. تمام، فيديو النهارده ده شباب احنا ممكن نتكلم عن اكتر من موضوع في اليوتيوب. يبقى احنا كده اتكلمنا عن الاستراتيجيه اللي الناس بتستخدمها، الناس اللي عندها 20,000 مشترك و30,000 مشترك اللي عارفين ان في ناس بتحب تتفرج عليهم بتحب تتابعهم، وممكن الناس دي بقى تستفاد منها عن طريق ان هم يحطوا لهم اعلانات غاليه. طبعا يحطوا 10 اعلانات ولكن كل اعلان فيهم اعلان غالي، يستهدفوا حاجات غاليه. تمام، بس طبعا لازم تكون في المحتوى اللي انت
في انت بتتكلم عن البيبال ما تروحش تتكلم عن الذهب، تتكلم عن البيتكوين ما تروحش تتكلم عن حاجه تانية. تمام، يعني اتمنى يكون الموضوع وصل لكم. انت بتشوف اغلى حاجه في البيبال مثلا، لو انا بستهدف البيبال تشوف اغلى حاجه احطها، بس تكون متاكد ان في ناس هتشوفك، لان الفيديو ده مش هيتعرض في محركات البحث العربيه او المصريه او على حسب اللي انت اللغه او اللهجه اللي انت كاتب بيها، عمره ما هيتعرض على محركات البحث العربيه، مستحيل، لانك كاتب كل الكيوردز بالانجليزي، مين اللي هيدور على كيوردز بالانجليزي في محتوى عربي؟ تمام، فاللي هيشوفك هما ناس اجانب. تمام، اتمنى بس تكونوا فهمتوا النقطه دي. حته بقى ان انت بتحط نص العنوان بالانجليزي ونص التاني بالعربي، وان انا بطلتها، انك بتحط نص العنوان بالانجليزي ده لما انت تكون بتستهدف محتوى عربي واجنبي. المحتوى الاجنبي لما يخش على فيديو من فيديوهاتك ويلاقي نص العنوان بيتكتب بالانجليزي، للعلم فقط يا شباب، عايز اقول لكم على حاجه في المحتوى الاجنبي او الاجنبي مثلا، واحد انا واحد اجنبي اهو بكتب بحث على اليوتيوب، الفيديو او العنوان بيظهر له من الشمال لليمين، فهيظهر له العنوان الانجليزي قبل ما يظهر العربي. تمام، هيظهر له الانجليزي الاول، اما في العربي بيظهر لك العربي الاول، اللي هو في لما تكون عامل اليوتيوب العربي وكده. تمام، عشان كده بيفرق معاك قوي العنوان لما بيبقى بالانجليزي لو انت استهدفت اجانب. انا ليه بطلتها الشهر ده؟ زي ما انتم حاسين كل الشهر ده عملت كل حاجه بالعربي، بس لان زي ما قلت لك الشهر ده مفيش اعلانات اصلا، فالموضوع مش فارق قوي يعني. فانا حاولت استهدف مشاهدات على قد ما اقدر، والحمد لله نجحت في استهداف المشاهدات. زي ما انتم شايفين المشاهدات كويسه جدا مقارنه بالشهر اللي فات واللي قبليه. طيب نيجي على طول بقى على فيديو من فيديوهاتي اللي انا كنت عملتها ونشوف ارباحه، عشان بس ايه اوريه لكم، ولو ان ده يعتبر مخالف يعني، بس ايه هنحاول. تمام، هننزل تحت. بص الفيديو ده افضل بديل جوجل ادسنس شركه يالكس. شركه يالكس دي هو ده الفيديو اللي جبت فيه 6 دولار ونص. ده انت شايف الطفره دي 5 دولار 35 سنت في يوم واحد، ده اليوم اللي انا نشرت فيه الفيديو ده. تمام، فيديو شركه يالكس. الفيديو ده ما جابش مشاهدات كبيره جدا، ما عداش يعني، اعتقد ممكن يكون لو عدى 1000 مشاهده، انا مش فاكر بقى كتير ما شفتش احصائيات الفيديو ده، فلو عدى 1000 مشاهده انا مش عارف الصراحه. معلش انا خبيت الارباح عشان ده مخالف، وانا الصراحه مش عايز يعني ارشادات منتدى تبدا تركز معايا، فهننزل تحت كده. تمام، هو ده الفيديو زي ما انت شايف جاب 750 مشاهده، الفيديو جاب 750 مشاهده فقط. تمام، وزي ما انت شايف جاب 6 دولار 35 سنت او 6 دولار ونص. تمام، 6 دولار ونص منهم 5 دولار و7 سنت من الجزائر، منهم دولار و43 سنت من ايجيبت، و2 سنت من السعوديه، و1 سنت من المغرب، و1 سنت من البرتغال، وحاجات غريبه جدا زي ما انتم شايفين. فاحصائيات الفيديو ده بناء على ايه؟ بناء ان انا استهدفت استهداف ارباح، فالفيديو ما جابش مشاهدات كويسه ولكنه جاب ارباح. هي دي الفكره كلها، ده دليل يعني عن الاستراتيجيه اللي قلتها. بس لما قلت لك الدليل ده مش كافي، الاستراتيجيه دي انا مش متاكد منها 100%، ما تحاولش تعملها غير ما تكون متاكد ان في ناس فعلا بتحب تتابعك، في ناس بتحب تشوف فيديوهاتك، في ناس مستمتعه بشرحك، عشان كده تقدر تعمل فيديو وتنزل لهم كده فيديو في النص يكون بيستهدف ارباح فقط، عشان تقدر تحقق ربح من اليوتيوب وتسحب اخر الشهر، غير كده مش هتعرف تسحب حاجه اخر الشهر. تمام، فانت لازم تركز على فيديو او فيديوهين او 3 أو 4 فيديوهات في الشهر، بحيث انك تركز على ارباح، بحيث ان الفيديو في يوم او فيديوهين يجيبوا لك مثلا 20 دولار ولا حاجه، وتقدر تاخد فلوس كويسه اخر الشهر. تمام، تمام، اتمنى بس يكون افدتكم في الحلقه دي البسيطه، الحلقه السريعه جدا دي. دي تعتبر بس حاجه بسيطه كده عن اليوتيوب، حبيت افهمكم بس اللي بيحصل، لان في ناس كتير قوي سالتني انت بتربح 5 دولار لكل 1000 مشاهده ازاي، لان كنت قلت لبعض الناس ان انا بربح من 8 ل 10 دولار، فعلا ده بيحصل وده حقيقي، ولكن الموضوع كله ان انا بس بطلت ايه اعمل الحاجات دي في الشهر اللي فات، لان الشهر اللي فات زي ما قلت لك مفيش ارباح خالص خالص في كل القنوات تقريبا. زي ما انت شايف يعني قنوات محتوى عربي او محتوى اجنبي الارباح ضعيفه جدا. طبعا في بعض المحتويات بيبقى فيها الارباح زي ما هي وممكن تكون بتزيد كمان، لكن طبعا الناس اللي شغاله عشوائي كده ده هيتضرر بشكل كبير جدا. القنوات بتاعتي طبعا كلها اتضرت، معظم القنوات العربيه يعني اتضرت، حتى اللي بتستهدف حاجات حلوه او وحشه بتتضرر بشكل كبير جدا. تمام، بس اتمنى بس يكون الفيديو ده نال اعجابكم، واتمنى تكون اول مره تشوف حلقات مستر مونتك تضغط لايك للفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه. اتمنى لو كانت حلقات دردشه تكون عجبتكم، ومره ثانيه ممكن تقول لي ايه الفيديو اللي انت عايزنا نتكلم عنه اسفل الفيديو ده، وان شاء الله قريب هنعمل حلقات كتير. ملحوظه اخيره للناس اللي فضلت معايا لحد الدقيقه 12، للاسف انا مش هقدر انزل حلقات استراتيجيات لربح من الانترنت في الايام دي، لان فعلا مش قادر افكر في الا في الامتحانات وكده، فصعب ان اقدر افكر في حلقات ربح من الانترنت دلوقتي خالص. تمام،
يعني الموضوع صعب شويه، استنوني بس لحد يوم، انا هخلص يوم الثلاث اللي بعد الجاي، تمام؟ لساني 5 امتحانات بس، او 5 ايام اروح فيهم المدرسه، يعني كل يوم فيه امتحانين تقريبا، تمام؟ فباذن الله يكون الموضوع سهل باذن الله، ونعدي السنه دي، وان شاء الله في الاجازه هتلاقوا ان شاء الله كميه فيديوهات، يعني تواصل يوميا باذن الله، هيبقى الموضوع سهل جدا ان شاء الله الفتره اللي بعد كده. فادعوا لي باذن الله ان شاء الله نعدي الامتحانات دي على خير، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. كان معكم مصطفى من قناة مستر بومتك، شكرا، شفت الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.